فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. سبق معنا في الحلقة الماضية قول المؤلف رحمه الله: فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، وأن قريشا أفضل العرب، وبني هاشم أفضل قريش، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل بني هاشم، وليس فضل العرب ثم قريش ثم بني هاشم لمجرد كونه صلى الله عليه وسلم منهم. ثم نقل كلاما للكرماني قال فيه إلى أن قال: ونعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها ونحبهم، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب العرب إيمان وبغضهم نفاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والأميون هم العرب، سموا بالأميين لأن الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، فالعرب يغلب عليهم عدم القراءة والكتابة، فلذلك سموا بالأميين. والنبي صلى الله عليه وسلم أمي، الرسول النبي الأمي. فكون الله جل وعلا اختار هذا النبي العظيم وعمم رسالته على البشرية وهو من العرب الأميين، هذا تفضيل للعرب بلا شك، والله عليم حكيم. اختار العرب لأن العرب أقدر على البيان وأقدر على الجهاد في سبيل الله والشجاعة وعلى حمل هذا الدين، وكانوا كذلك، فإنهم قاموا بهذا الدين علما وتعليما وجهادا حتى بلغوه المشارق والمغارب. الله جل وعلا حكيم عليم، فلا يجحد فضل العرب إلا من في قلبه نفاق لا يحب الإسلام، لأن هؤلاء العرب هم الذين قاموا بنشر الإسلام، فالذي لا يحب هذا الإسلام يكره من قام به. وليس فضل العرب لمجرد أنهم عرب، ولكن فضلهم لما قاموا به من نشر هذا الدين والقيام به والقدرة على بيانه وإبلاغه. فالله لا يختار إلا من يعلم أن فيه كفاءة. إذا نظرنا إلى ما تحقق على يد العرب من القيام بهذا الدين، وقبل ذلك اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم منهم ونزول القرآن بلغتهم، هذا يدل في الجملة على فضل العرب والعربية.